السلام عليكم، الجمعة المباركة للجميع. اليوم غنعطيكم واحد الشليضة، دابا غنصاوبها ودابا غادي نبوستيها لكم ان شاء الله باذن الله. هذا الروز الصفراني ها هو كما كتشوفوا معنا هنا طايب مع الزعفران، خليناه حتى برد، صفيناه مزيان بالميها باردة، ها هو واجد. هاد الشليضة هادي راها كاملة مكمولة، غنديروها بالحوت اللي هو هذا طون، ها هو واجد. الباربة ها هي تاهي واجدة ومسلوقة، قلنا نقطعوها. المطيشة وهادو لي زيشالوت، تيجيو شي حاجة ولا أروع في الشليضات. وغادي يبقى لنا لو غادي، غادي نزيدوه واحد شوية، ما نكتروش منه بزاف، غيعطينا واحد شوية الحرورية مع الطون، باش كما كتعرفوا الشيتي يبن شي. يلاه بسم الله نبداو نقطعوا المطيشة. المطيشة هي قطعناها دابا، الباربة كذلك، الشالوت هانتوما كما كتشوفوا اشيتها مزيان، وغادي نزيدها حتى هي من الفوق هاك. زدنا دي شالوت، غادي نبداو نديرو طون دابا، ها هو نديرو من واحد الكمية، وعينكم ميزانكم دوزيو بيان، شي حاجة ما تغلب على حاجة هاكا. ايوا دابا غادي نقطعو هاد الغادي هذا الفجل مرصويات صغار، وما نكتروش منه كما قلت لكم، غير واحد الشي شوية، غير كمية قليلة كما قلنا. ايوا طك غادي نزيدوها هكا من الفوق، غادي نخلطو هاد الشليضة هادي كاملة كومبوزي، غادي نديرها هنا من الأفضل باش تبان لكم الشلاضة مزيان. ايوا دابا نخلطوها. هذا راه الثوم القصبي، تقدو ديروه إذا كان متوفر عندكم، يتقطع مرصيات صغار، يسيبولات كيجيو زوينين في الشلايط، ولا الربيع عادي إلا كان شويه ديال القزبر ولا معدنوس، زيد واحد شويه هكا. ما نساوش لا سيزونمون، عطيوها شويه د المليحة، شويه د الإبزار هكا. وهذه لافينيكات، لافينيكات راني فايت لي نصاوبها بلا موتارد ألونسيان، تشوفو معانا نوريها لكم ساينو. فايت لي دايرها معكم يعني، ماشي مره ماشي جوج باش ما يجيش الفيديو طويل. هذه راه بقات لي من البارح، ها هي درت فيها هذاك الخردل حبيبات حبيبات والخردل العادي، يا الزويته والخل، وكما كتعرفوا الطريقه ديال لا فينيغريت نشدها هي اللي غنديرها في هذه الشليضه هذه. فوالا اسيزوني بها واحد شويه ونخلي واحد شويه في الطبيصلات في التالي. نخلط دابا مزيان، نزيد عليها واحد شويه ديال الفينيغريت من الفوق، وها هي واجده. وجمعه مباركه والسلام عليكم.